عسلامة. السلام عليكم. مرحبا بك مسيو، خلينا نتعرفوا عليك. انا اسمي شكري زوين. مرحبا بك مسيو شكري. مسيو شكري، انت عندك مشكله من 2020، ربحت مبلغ 12000 دينار في مسابقة يعني شاركت فيها انت في قناة تلفزية تونسية، لكن لليوم احنا توا في 2024 ما عطاوك شيء. من 2020 حتى 2024 برسك عندهم 4 سنين، يعني كل شيء موثق، فهم؟ خرج اسمي في التلفزة وكلمني عاد المنفذ ومعد البرنامج وكل شيء، فهم؟ لكن لحد الآن وانا تبع فهم ما عطوني شيء، فهم؟ يعني مسابقة وهمية، فهم؟ لا أكثر لا أقل. 12 مليون هو مليون كل شهر، يعني انت ربحت مليون كل شهر، يجيو 12 مليون في العام. ما خذت منهم شيء. حكيت مع إدارة القناة ولا؟ كل شيء، مشيت لهم غاديك برشا مرات. اش قالوا؟ في الشهر هذا في الشهر هذا كنكون نقولوا فيها هكاك منوا فيها بالفارغ. وعود بالفارغ، فهم؟ ما خذيت شيء. أنا تو مشيت حتى للهيكل نتاع البحيرة، فهم؟ يعني هذيك تحكم في التلفزيون كله، عملت لهم مطلب ومشيت قابلتهم غاديك في الإدارة وشي ما عطوني. ما تو نكلمه وقابلت برشا يعني مسؤولين نقول فيها. وما عملوا لي شيء، حتى التجأت زاد للجريدة هاي كل شيء بالموثق. وشيء ما عطوني. يعني مسابقة وهمية، هو اس ام اس يمنوا في العبيد بالفارغ هكاك، فهم؟ يعني 12 مليون ما يجوش قيمة درج من الزمان، مليون كل شهر تاع درج، يعني العبيد الكل تبعث وهم ياخذوا في الفلوس وكاهو. مسابقة وهمية ما شاء الله. كيف وقتاش آخر مرة حكيت معاهم؟ يعني آخر مرة سلمت صاي ما عادش. أنا حاليا عامل، مشيت عملت عاد المنفذ وعامل حاليا عامل محامي، فهمت؟ هكا يعطي صح وبركة الله فيه، محامي يعني محامية هي تعاون فيها بالباهي وبركة الله فيها. وين وصلت الحكاية توا؟ يعني أنت مقدم قضية بالقناة التلفزية هذي؟ طبعا، ربحت القضية وفي الآخر زاد عاودوا استئناف، عملوا الاستئناف، فهمت؟ ومازلت يعني. كيف هما حتى رد من القناة؟ والله هذيك عند المحامية هي أدرى. محامية نور من موت تفسر لك. تمد فيا بالكل شيء، تبدا حاجة جديدة تكلمني، فهمت؟ نتصل به. إن شاء الله ربي سهل وكا، فهمت؟ ربي ظهر الحق. آمين يا ربي. أنت ذولي ماكش مسلم مسيو. عليه هذاك حقي وحق العباد كل الثورة، كان مانيش أنا ثم عباد أخرى، علاش فهمت؟ علاش يكذبوا على العباد، فهمت؟ ياخذوا هم في الفلوس هي تاع درج مزمي. صحيح ولا؟ مش مليون، مليون. ما فيش حتى دقيقة من الزمن، كلها تبعث الاس ام اس، فهم؟ على امل باش يربح الواحد، ما فما شيء. ان شاء الله ربي ظهر الحق وكذا. ان شاء الله. سالتك قبيليك قلت لك وقتاش اخر مرة حكيت مع ادارة القناة؟ عندها برشا يعني. فهمت، من اللي عملت محامي ما عادش نمشي لهم جنب، خاطر قوي ماشي فيه ويجيبوا بالفارغ هكاك، فهمت؟ في الشهر هذا الشهر هذا وليت عملت تجاهت للمحامي. ومشكور المحامية عملها، يعطيها الصحة وبارك الله فيها. يعطيها الصحة، ما إدارة القناة ما كلمتك جملة؟ لا جملة، فهمت؟ بقيت ماشي جاي يعني طابت جاي من ماشي وجاي، يمشي هي جاك ناخذ تاكسي. أنا كما نقول كان جا واحد لابس عليا راهم بالوقت مدوا له فلوس، واحد مزوالي كهو قوي منه فيه وكهو. والعدد المنفذ اللي كلمك عاودت اتصلت به والا لا؟ بيه زاد كيف كيف يمني فيه، ومن بعد زاد قال لي امشي لهم هو. انت شنو طعم في حياتك؟ والله كنت نخدم في الشركة ووقت الكورونا سكرت، انقيت فايت هكا قاعدين مش نخدم. معناها انت ربحت في الوقت اللي انت ما عادش تخدم؟ لا، وقت البريود هذيك نخدم 2020 نخدم. 2020 بداية جائحة كورونا. صحيت 2021 سكرت الشركة. وهكا تو قاعد مانيش نخدم. مانيش نخدم حاليا. كهو ان شاء الله ربي يظهر الحق وكهو. ان شاء الله. بيه انت كمواطن شنو ينجموا يزيدوك 12000 دينار؟ والله ينجم نعمل بهم حتى مشروع عصبي، فهم؟ اي حاجه، فهم؟ مشروع نتاع خضره، مشروع المهم حاجه، اي حاجه المهم نسترزق منها. يعني بالنسبه لك انت ينجموا ينفعوك؟ بالطبع. نعمل مشروع حتى مشروع صغير، مش حتى مشروع كبير، ما واحد بشوي بشوي بالدرجه بالدرجه.
ان شاء الله ربي يظهر الحق. لكن هما كانوا باش يمدوه لك مليون كل شهر ولا؟ بشوي شوي هذا حتى مليون كل شهر لازم نسترزق منهم. حتى 500 دينار نجم نعمل بهم حتى نص ما تاخذ نبيع بشوي بشوي صح ولا؟ اي حاجه واحد يسترزق منها يلزم هو في الفيده فيها حاجه كبيره. لما واحد باش يدخل حتى نهاية في 1000 بركه. الحمد لله يا رب. في نهاره هو واحد باش يستنى تعرفين اكيد بشويه بشويه. نهار والحمد لله صح كابن لاباس هذيك الباهي الفايده. معناها بالنسبة ليك أنت يا فرحة ما تمت. إي صحت يعني هو العباد فرحت من الأول؟ العباد الكل على أساس أنا خذيتها الفلوس فهمتي؟ مش يصدقوني أنا ولا يصدقوا القناة. العباد مش في بال منين أنت خذيتهم. هم كلموني وكل شيء موثق راهو خرج اسمي حتى بتلزك واش كل كيفاش يعني كلموني وكل شيء فهمت؟ ما ثم شيء. حكاية وهمية اس ام اس بال. والعباد صدقت طوالي أنت ما خذيتش ولا؟ والله اغلبيه العباد في مخاخم اني خذيت الفلوس وراح اللي راح وصرفتها ومشيت على روحي وانا ما خذيت شيء. هذه كانت اول مشاركه ليك في برنامج هكايا للربح ولا؟ والله مش برشا نشارك فهمتي؟ مستانس تشارك يعني. وقت اللي ظهرت معاك الله غالب. يا فرحه ما تمت. ان شاء الله ربي يرزقك من حيث لا تدري يا مشيو. الحمد لله الحمد لله صحة العبد الله بيس هذيك الباهي والحمد لله يا رب الحمد لله. شنو تحب تقول للقناة التلفزية اللي ما عطتكش الفلوس اللي انت ربحت؟ ان شاء الله ربي يظهر الحق ويعطيني حق ماذا بيت انا مسحق لهم. انا مانيش نخدم نسحق لهم هم تعبوني ماشي يمشي ويجا يمشي ويجا بالفارغ هكاك. انا ما عملت لهم حتى مشكلة غادي مشيت مشيت وقفت غاديك سألت كل شيء ما ثماش نمشي نروح على راحي ما عملت لهم حتى اشكاليه ما عملت لهم. المحامية قالت لك اللي انت تنجم يجي نهار وتاخذ حقك والا لا؟ ان شاء الله بحول الله. قالت لك؟ ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. دونك طلبتك اليوم مسيو انك تاخذ حقك من القناة التلفزية هذه هي مطالبك؟ بالطبيعة ان شاء الله ربي يظهر الحق وكهو ان شاء الله يعطيني فلوسي خاطر مشيت للمحامي عامل عاد المنفذ عامل كل شيء يعني خسروني برشا فلوس هكاك فهمت؟ خسرت برشا فلوس؟ بالطبيعة باش نعمل عاد المنفذ مو بالفلوس. اي باش نطلع وثيقة مو بالفلوس خرجت لك السي دي هذاك خرجت اوراق يعني شنو الحاجة اللي تثبت خاطر فهمت؟ انا ربحت وشاركت وربحت وكل شيء هكا هو حتى الجريدة هكا مشيت للجريدة خرجت لك الجريدة. ان شاء الله ربي يظهر الحق. يعطيك الصحة مسيو ان شاء الله تاخذ حقك. تنجم تخلي رقم الهاتف نتاعك في نهاية الفيديو. يعني ما ثم حتى مشكلة. 55 135 453. 55 135 453. يعطيك الصحة. عايش بارك الله فيك.